بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نتعلم مع بعض برنامج أوتوكاد 3D، نتعلم مجموعة أوامر بتتعلق بأمر اكسترود. احنا إذا كان عندنا شكل زي كده عايزين نعمله اكسترود، إزاي نعمله اكسترود؟ هقول له EXT space، بعد كده هيقول لي select object يعني اختار الشكل، هقول له هو ده شكل space. بعد كده اتحرك بالماوس فوق كده او تحت، هلاقي ان الشكل بدأ يرتفع معايا. هو ده معنى كلمة extrude. extrude يعني رفع الاشياء، جعلها في 3D في الفراغ في البعد الثالث. يبقى عندي طول وعرض وانا دلوقتي بديله الارتفاع، لذلك هو هنا تحت بيقول لي height of extrude. هو عايز الهايت، عايز الارتفاع، هكتب له على الكيبورد مثلا 30 سبيس، يبقى هو رفع الشكل ده 30. طيب كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل extrude. ندي مثال تاني عشان نتأكد ان احنا اتعلمنا الامر كويس. اقول اكسترود EXT space select الاوبجكت space، بعد كده اكتب له رقم، اقول له مثلا 15 مثلا space. يبقى كده انا عندي شكلين زي ما هو موضح بشكل امامي. في حاجة لازم نتعلمها واحنا بنتعلم امر اكسترود، ايه هي؟ هي ان الشكل الامامي دوت شكل مصمت. يعني ايه مصمت؟ يعني مغلق من الداخل. ممكن ان الشكل ده يكون مفرغ، يبقى عبارة عن مجموعة ورق. يعني زي ايه مثلا؟ زي الشكل ده. لو انا عملت له اكسترود بالشكل ده واديته مثلا ارتفاع 10 مثلا ونظرت اليه هلاقيه مغلق، هلاقيه مفرغ زي ما احنا شايفين. وهعمل اكسترود للشكل اللي جنبيه بارتفاع 10 برضو، هلاقيه مغلق مصمت. يبقى ده في فرق بين الشكل ده والشكل ده. امتى اعمل الشكل ده وامتى اعمل الشكل ده، وازاي اعمل الشكل ده وازاي اعمل الشكل ده؟ ده عندي في المود بيبقى اسمه سيرفيس، لكن ده بيكون مغلق مصمت بيبقى سوليد. طيب 3D سوليد و3D سيرفيس ازاي بيتعملوا وازاي اقدر اتحكم فيهم؟ نبدأ نتعلم مع بعض خطوة خطوة. لو انا عملت جبت التوب كده مثلا، وعملت ريكتانجل اهو، الدايمنشن بتاعته 10 و10، ده انا عملته بطريقة ريكتانجل. عايزين نكتب فوقيه انه ده ريكتانجل عشان نبدأ نميز كل خطوة عن التانية، فنكتب فوقيه كلمة ريكتانجل. يبقى انا رسمت الريكتانجل ده بطريقة ريكتانجل. طيب هرسم اللي بعده بطريقة البولي لاين بي ال سبيس، وامشي كده اقول له ان انا همشي كده 10 وكده 10 وكده 10 وكده 10 سبيس. ده انا رسمته بطريقة البولي لاين.
تمام. عايز ارسم شكل بعديه، هقول له مثلا هرسم لاين عادي ال سبيس وهمشي كده 10، انزل 10 وكده 10 واطلع كده 10. ده انا رسمته بطريقة اللاين. كنا اتعلمنا قبل كده ان انا ممكن اعمل ريجون، ده حضراتكم لاين مرسوم بطريقة اللاين، يعني كل لاين لوحده، ودوت مرسوم بولي لاين، ودوت مرسوم ريكتانجل. طيب اللاين ده ازاي اخليه بولي لاين؟ عندي طريقتين. هاخد منه الاول نسختين كوبي، ادي نسخة اولى وادي نسخة تانية. النسخة الاولى دي هعمل لها بامر اسمه ريجون ار اي جي سبيس، واختار كل خط من دولت، ممكن اختارهم كده مرة واحدة سبيس، اصبح شكل مغلق. ده انا عملته بطريقة ريجون. نكتب فوق ان ده ريجون، ار اي جي سبيس. طيب الامر ده هعمله بطريقة اسمها باوندري. دلوقتي حضراتكم احنا شايفين ان كل لاين من دولت لوحده، تمام، منفصل عن الاخر. طيب انا لو ضغطت على الكيبورد حرف امر باوندري بي او بي او سبيس، طلعت لي القايمة ديت. لو ضغطت على البيك ديت بيك بوينت كليك، وضغطت جوه الشكل هنا كليك كده كليك سبيس، هلاقي ان الشكل اترسم فوقيه شكل اخر. بصوا حضراتكم لو انا شلت الشكل ده وعملت له موف هنا كده، هلاقي ان هو رسم الشكل ده تاني. ده معمول له باوندري. نكتب باوندري، بي او سبيس. تمام، يبقى احنا كده عندنا ريكتانجلر مرسوم بطريقة الريكتانجل والبولي لاين وباللاين وبالريجون وبالباوندري. طيب لو عندي ريكتانجل زي ده واخدته كوبي، وهو طبعا زي ما حضراتكم شايفين وان اوبجكت، لو انا عملت له اكسبلود اكس سبيس وفجرته وخليت كل اللاين لوحده وكتبت عليه اكسبلود، طيب انا كده علمت كل شكل من دولت هو معمول بأني طريقة. تعالوا كده مع بعض نجيب الثري دي ونشوف هنعمل اكسترود لكل شكل من هذه الاشكال ونعرف ايه الفرق بينهم. هقول لده الاول اكسترود اي اكس تي سبيس، واختار الشكل ده سبيس واقول له ارتفع بارتفاع 10، واختار ريكتانجل واقول له 10، وبولي لاين 10، واللاين مرسوم بطريقة اللاين واقول له 10، الريجون واقول له 10، والباوندري برضو ارتفاع 10. نبدأ نعرف الفرق بين الأشكال ديت. اللي مرسوم بطريقة اللي أنا عملت له اكسبلود، يعني فجرته بعد ما كان بولي لاين، زي ما حضراتكم شايفين لقينا سيرفيس بقى كل لاين لوحده وارتفع كأنه ورقة. لكن اللي أنا رسمته بطريقة الريكتانجل حقق لي إن هو أصبح مصمت 3D سوليد. نفس الكلام في البولي لاين، ونفس الكلام في الريجون وفي الباوندري. يبقى الباوندري والريجون والبولي لاين والريكتانجل دولت كلهم بيحققوا لي شكل مغلق مصمت اقدر اتحكم فيه، بيبقى سوليد معايا. لكن
اللي مرسوم باللاين واللي مرسوم بالاكسبلود هيطلع شكله سيرفيس زي ما حضراتكم شايفين ورقة. يبقى انا لازم اعرف النقطة دي قبل ما اشتغل على امر اكسترود. وبكده نكون انتهينا من موضوعنا النهاردة، وان شاء الله نبدأ نتعلم امر اكسترود بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.